الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على جيش الإسلام. هجوم 28/4/2017 بعد ما تم الصلح وتم الاتفاق وتم مؤازرتكم على الجبهات الشرقية وتم تحصينها مثل عالم والخلق، ترك كل شيء والهجوم بعد منها على كل الغوطة الشرقية واطلاق النار على المتظاهرين وعلى المدنيين والتشبيح اللي مارستوه، وبعد منها لما بدأت هاي الحملة الأخيرة تسليم كل الجبهات الشرقية 8 بلدات تتسلم ب 12 ساعة.